طيب انا في الفيديو ده هنبدا نتكلم فيه على التري. زي ما احنا عارفين ان البوينتر سيرش تري عباره عن مجموعه نودز متوصله ببعضها، وكل نود يا اما نازل منها نود واحده يا اما اتنين بالكتير قوي، يا اما مش نازل منها نودز خالص. تمام. طيب انا كده اي نود عندي بتتكون من حاجه، ثلاث حاجات رئيسيه. ايه هما؟ الجزء بتاع الداتا والتو بوينترز، واحد ليفت وواحد رايت عشان خاطر لو نازل منها تشيلدرن ليهم. حلو كده. طيب يبقى انا في الاول هاجي اكتب كده struct ونسميه مثلا بي اس تي نود. حلو. ونكتب فيه الحاجات الاساسيه بتاعتي اللي هي ايه؟ الداتا والتو بوينترز بتوعي. يبقى اجي اعرف هنا ادي انتجر داتا، واعرف هنا بي اس تي نود نسمي واحد ليفت، ونعمل كمان بي اس تي نود التاني نخليه رايت. حلو. يبقى احنا كده عملنا تو بوينترز. طيب اول حاجه هعملها، انا عايزه اعمل فانكشن، والفانكشن دي كل اللي هي هتعمله ان هي هتاخد مني الرقم، ولما تاخد مني الرقم تكريت نود، والنود دي تبعتها لي عشان اشوف احطها فين بالظبط. حلو. فهاجي الاول بما ان هي هترجع لي نود بعد ما اتكريتها، فانا محتاجه اخليها ريتيرن تايب. فاجي اعمل هنا بي اس تي نود وهسميها جيت نيو نود. طيب الفانكشن دي هتاخد مني ايه؟ هتاخد مني الداتا اللي انا ببعتها لها. يبقى اجي اعرف هنا ادي انتجر داتا. حلو. او ممكن مثلا نسميها فاليو، عايزين احنا هنا مسميين داتا. هاجي هنا بقى اعمل ايه؟ اول حاجه محتاجه اكريت النود بتاعتي، فاجي اعمل هنا بي اس تي نود اسميها هنا نيو نود مثلا بت ايكوال نيو بي اس تي نود. حلو. انا كده كريت النود. طب هعمل ايه؟ هخلي الفاليو اللي جايه لي تروح للديتا، وطبعا بما ان النود لسه مش عارفه احطها فين او هتتوصل بايه، فهخلي التو بوينترز بتوعها لسه بنال، وبعد كده اعمل لها ريتيرن. فاجي هنا دلوقتي كل اللي انا هعمله هاجي اقول ان النيو نود الجزء بتاع الديتا اللي فيه هي ايكوال، ونحط هنا الفاليو بتاعتي. تمام. وبعدين هاجي اقول برضو ان النيو نود الليفت بتاعها هي ايكوال نال، وكمان النيو نود الرايت بتاعها هي ايكوال برضو نال. وبعدين بعد خلاص كده ما كريت النود هعمل لها ريتيرن عشان اعرف احطها فين بالظبط. فاجي هنا اعمل ريتيرن لمين بقى؟ للنيو نود بتاعتي اللي انا كريتها. طيب انا عملت كده الفانكشن اللي هتكريت النود. انا بقى عايز اعمل الفانكشن اللي هتخليني اعمل انسرت في النود. طب هو انا كنت بعمل انسرت ازاي؟ انا في الطبيعي في الباينري سيرش تري اول رقم بيجيلي خالص بدايتي ده بيبقى الروت بتاعي، اول حاجه عندي في التري. طب وبعدين بعد كده كل الارقام اللي بتيجي بعده اللي اكبر منه بيتحط على يمينه، واللي اصغر منه او بيساويه بيتحط على شماله. بمعنى ايه اللي انا هعمله؟ هاجي دلوقتي اقول بي اس تي نوت واسميها انسرت. حلو. طب الفانكشن دي المفروض هتاخد مني ايه؟ المفروض هتاخد مني حاجتين، الحاجة الأولانية التري بتاعتي اللي أنا شغالة عليها، والديتا اللي جاية لي. طيب يبقى أنا هاجي هنا أعمل بي اس تي نوت وهسميها روت، وكمان المفروض هتاخد الديتا اللي جاية لي. فنيجي نعرف هنا أدي انتجر فاليو. طيب أعمل إيه بقى جوه؟ هاجي هنا جوه الفانكشن هستعمل إيه؟ أول حاجة هاجي أقول له والله لو الروت بتاعي ده الروت اللي هو اللي أنا المفروض واقفة عنده، لو هو بيكوال إيكوال نال معنى كده ان هو فاضي ومفيش فيه داتا، فهقدر اعمل فيه انسرت عادي. ففي الحاله دي هاجي اقول له ان الروت تمام بيكوال، هعمل ايه بقى؟ هنده على الفانكشن اللي بتكريت نود عشان تتحط فيه. فانده على الفانكشن بتاعه جيت نيو نود. حلو. وابعت لها الفاليو اللي جايه لي. سوري هحط سيمي كولون هنا. طيب ده لو الروت عندي كان بنال. طب لو مش بنال هشوف الداتا اللي جايه لي دي، لو هي اصغر من الداتا اللي موجوده او بتساويها فهتتحط على شمالها، لو اكبر منها هتتحط على يمينها. فانا محتاجه دلوقتي اساله، هيجي اقول له هنا الس اف والله لو الفاليو اللي جايه دي كانت اقل من او تساوي الداتا اللي موجوده في الروت، ففي الحاله دي المفروض ان انا هانسرت فين؟ في الشمال، صح؟ طب عشان انسرت في الشمال محتاجه اتحرك شمال. فاجي اقول له هنا ان الروت الليفت بتاعه حلو عشان دلوقتي همشي ناحيه الشمال، هتتحط في الشمال كده خلاص هي ايكوال ايه بقى؟ هنده على الفانكشن تاني بتاعت انسرت، بس المره دي وانا بعمل لها انسرت بقى هبعت لها مين؟ هبعت لها الجزء اللي في الشمال ليفت، وهبعت لها مين؟ الفاليو بتاعتي. يعني ايه الكلام ده؟
يعني دلوقتي شغاله عملت دي ريكيرسيف فانكشن، الفانكشن كده انا ندهت عليها تاني، فلما ندهت عليها تاني راحت جايه هنا مشيت ناحيه الشمال وبعت لها الفاليو. طب لو الشمال ده كان فاضي هتحط الفاليو، مش فاضي هتروح تشوف والله الداتا اللي بدور عليها دي اكبر ولا اصغر، لو اكبر تتحط في الشمال في اليمين ولو اصغر تتحط في الشمال. بمعنى فاضل بس ان انا اعمل الجزء بتاع الالس وناخد دي كوبي، عشان هي لو اكبر هتتحط فين؟ في اليمين. يبقى انا هنا بدل ليفت اخليها رايت وهنا اخلي دي رايت، كده انا حطيتها في اليمين. طيب بعد ما حطيتها في اليمين هعمل ايه بقى؟ بعد ما خلصت خالص هاجي اعمل ريتيرن يمين للروت بتاعي. طيب الفانكشن دي ماشيه ازاي؟ تعالوا كده مثلا اول مره خالص كانت الداتا اللي جايه لي كانت رقم مثلا 20، ف20 دي هي رود نل، اه فخلاص جيت نيو نود وكريتها لي، فبقى عندي هنا ايه 20 وخلاص الدنيا تمام. بعد ال 20 دي جالي رقم 15، فراح جه هنا هو الرود بنل؟ لا. طيب هي 15 اقل من 20؟ اه. يبقى همشي ازاي؟ شمال، رحت الرود بتاعي كده اتحرك شمال اهو، وبعدين ندهت على الفانكشن بس المره دي بعت لها الجزء الشمال والفاليو، يعني بعت لها اللي هنا، فلما بعت لها هنا اعتبرت النود الجديده على انها هي الروت بتاعتي. انا يعني كل مره بعتبر كل نود بروح لها ان هي الروت بتاعتي. طب هو دلوقتي الروت اللي هو فاضي ده بيكوال ايكوال نل؟ اه. يروح عامل ايه؟ كاريت واحده تانيه اهي واحط فيها 15. طيب جالي روت واحده تانيه فيها 19. طيب بدات من الروت، هي الروت بنل؟ لا. طب 19 اكبر ولا اصغر من 20؟ اصغر. مشيت شمال، الروت بنل اللي هي ال 15 دلوقتي؟ لا. طب 19 اصغر منها؟ لا. اكبر منها؟ اه. اعمل ايه؟ مشيت يمين. طب لما مشيت يمين ندهت على الفانكشن تاني بس بعت لها مين؟ الجزء اليمين. طب هو دلوقتي روت بنل؟ اه. خلاص يبقى احط هنا مين؟ ادي ال 19 بتاعتي، وافضل بقى ايه ماشيه كده اعمل انسرت في التري. طيب بعد ما عملت انسرت في التري تعالوا بقى نعمل ال ان اوردر والبري اوردر والبوست اوردر زي ما احنا كنا شرحناهم في النظري بتاعهم كده. طيب انا عشان اعمل ان اوردر او بري اوردر او بوست اوردر تعالوا الاول كده نعمل في الاول ادي void ونسميها مثلا بري اوردر. حلو. المفروض ان انا في البري اوردر كل اللي انا هعمله ان انا هبعت التري بتاعتي وتطلع لي بالنظام بتاع البري اوردر اللي هو ماشي روت ليفت رايت، تمام. فاجي دلوقتي هاجي ابعت التري بتاعتي بي اس تي نوت، وادي هنا التري اللي هتتبعت لي. المفروض بقى ان انا ماشيه ازاي؟ همشي روت ليفت رايت. طب اول حاجه هعملها هاجي اسال لو لقيت الروت بتاعي ده بنل اعمل ريتيرن واطلع. يبقى اف ان الروت كان بي ايكوال ايكوال نل في الحاله دي هيعمل ايه؟ ريتيرن. سوري، هيعمل ريتيرن، تمام. طب لو مش بنل هيعمل ايه بقى؟ المفروض في البري اوردر ماشيه روت ليفت رايت، يبقى خلاص هاجي اقول له هنا سي اوت، واجي اقول له هنا الداتا اللي موجوده في الروت. حلو. ونيجي نعمل هنا باك سلاش تي عشان نسيب سبيسز بين الداتا، وبعدين المفروض همشي ليفت وبعد كده امشي رايت، فانده على الفانكشن تاني بتاعت البري اوردر بس المره دي هبعت لها الليفت، يبقى هنده هنا على روت وبعدين ليفت، وبعد كده همشي رايت فانده على الفانكشن تاني بتاعت البري اوردر بس المره دي هبعت لها ادي الروت وكمان رايت. ايه اللي بيحصل هنا؟ انا دلوقتي لو بنال خلاص هقف، يعني بنال دي معناها ايه؟ ان انا في الاول فاضيه مفيش داتا بخلصها ريتيرن، او هفضل شغاله لحد ما اوصل لنال فخلاص هطلع بقى مش هكمل تاني. طب انا ماشيه ازاي؟ اول حاجه ماشيه على الروت طبعت الداتا وبعدين مشيت ليفت، لما مشيت ليفت النود الجديده اللي انا واقفه عليها دلوقتي بقت هي الروت بتاعتي فاستخدمتها، وبعد كده مثلا مشيت رايت، لما مشيت رايت اعتبرت ان النود الجديده هي الروت بتاعتي فعملت لها ايه؟ سي اوت، وافضل ماشيه كده. ده لو انا هعمل ايه؟ بري اوردر. طب لو انا عايزه اعمل ان اوردر او بوست اوردر نفس الفانكشن دي، بس الفكره ان انا هغير الترتيب بالترتيب بتاعه. بمعنى تعالوا كده نعمل ان اوردر، فنيجي نغير البري اوردر دي نكتب هنا ان اوردر. طيب الان اوردر كانت ماشيه ازاي؟ كانت ماشيه ليفت روت رايت. طيب خلاص يبقى انا اخد الجزء بتاع الليفت ده من هنا احطه الاول، يبقى انا عندي الليفت بس بدل هنا بند على بري اوردر هند بقى الفانكشن بتاعت الان اوردر، يبقى ادي ليفت وبعدين روت وبعد كده المفروض همشي رايت، فاجي هنا احط مين؟ ان اوردر بتاعتي. حلو. طيب بعد ما مشيت ان اوردر تعالوا بقى نعمل الفانكشن اللي بعدها اللي هي بتاعه بوست اوردر، ناخد دي كوبي هتبقى نفس الكلام بس هغير الترتيب، فنيجي هنا بدل ان اوردر نخليها بوست اوردر. حلو. البوست اوردر بقى المفروض ماشيه ازاي؟ المفروض ان هي ماشيه ليفت رايت روت، يبقى ناخد الجزء بتاع الرايت هنا نحطه بعد اللفت،
وبدل بقى in order نرجع على الفانكشن بتاعت post order. هنا post order. طيب انا كده عملت الفانكشنز بتاعت in order و pre order و post order. عايزين نشوف بقى الدنيا ماشيه ازاي جوه التري عندي. تعالوا بقى هنا اول حاجه تعالوا نكري التري. فادي نيجي نعمل بي اس تي نوت ونسميها روت وخليها بت ايكوال نال. انا كريت دلوقتي تري. طب وبعدين هاجي اعرف هنا اقول له انتجر نمبر حلو، وبعدين اجي اقول له هنا سي اوت هقول له مثلا دخل لي عدد النودز اللي انت عايزهم. فاجي اقول له هنا انتر نمبر اوف نودز ونعمل باك سلاش ان سيمي كولون. بعد كده ناخد النمبر بتاعي سي ان سي ان النمبر. انا دلوقتي عايز اعرف ايه هدخل كام نود في التري بتاعتي. طب هدخل كام نود ليه عشان هعرف انسرت كام مره انده على الفانكشن دي. فاجي اعمل بقى فور لوب حلو. ادي هنا من انت اي ايكوال 0 وطول ما الاي اقل من النمبر بتاعك. طب هعمل ايه؟ المفروض ان انا انده على الفانكشن بتاعت انسرت. طيب مش الفانكشن دي بتاخد حاجتين، بتاخد التري بتاعتي والديتا اللي هدخلها. يبقى انا محتاجه هنا كمان اعرف ديتا او فاليو اي حاجه اعرف الديتا بتاعتي. واجي اقول له هنا بقى ايه؟ اقول له مثلا سي اوت واقول له هنا انتر نود، وبعدين عشان خاطر يقول لي 1 و 2 فتعالوا هنا نعمل اي بلس 1 وبعدين نعمل اند لاين عشان يقول لي انتر نود 1 نود 2 كده. طيب نعمل بقى سي ان لمين؟ للديتا اللي جايه لي عشان دي الديتا اللي هتتحط جوه النود. بعدين انده على اقول له بقى ايه؟ هقول له ان الروت التري بتاعتي بت ايكوال هنده على الفانكشن بتاعت انسرت وهبعت لها مين؟ هبعت لها التري بتاعتي اللي هي الروت واللي انا مسميها كده، وهبعت لها تاني حاجه الداتا بتاعتي ونحط سيمي كول. طيب فاضل نعمل ايه؟ ننده بقى على ان اوردر او بري اوردر او بوست اوردر عشان نشوف التري دي اشتغلت ازاي. بس تعالوا كده ننده على التلاته ونشوف ايه اللي هيحصل. طيب اعمل ايه بقى؟ تعالوا هنا اول حاجه نعمل سي اوت ونكتب هنا مثلا ان اوردر بعدين باك سلاش ان سيمي كولون سوري، بعدين ننده على الفانكشن بتاعت ان اوردر وابعت لها مين؟ التري بتاعتي اللي انا مسميها روت. وبعدين تعالوا ننزل نيو لاين. تعالوا بقى نعمل نفس الكلام في البري اوردر والبوست اوردر. فناخد دي كوبي ونعدل فيهم. بس تعالوا هنا بدل ان اوردر نخلي هنا بري اوردر حلو، وهنا ننده على بري اوردر، وبعدين تعالوا ننده على بوست اوردر. لما اخلص خالص هعملها بسويتش كيسز وبروجرام كامل بقى. نعمل هنا ادي بوست اوردر ونيجي هنا بدل ان اوردر ننده على بوست اوردر. تمام طيب حلو قوي كده. تعالوا بقى كده نجرب ونشوف ايه اللي هيحصل. تعالوا مثلا هندخل 7 نودز حلو. اول نود دخلت فيها مثلا 50 وبعدين رحت مدخله مثلا 30 وبعدين 25 وبعدين مثلا 90 وبعدين رحت مدخله 80 وبعدين رحت مدخله مثلا 45 وبعدين رحت مدخله مثلا 75 حلو. ايه اللي حصل؟ عمل التري وراح حطها لي في ان اوردر وبري اوردر وبوست اوردر. ابسط حاجه انا عندي الان اوردر لما بعملها اكنها بتعمل صوره للتري من الصغير للكبير تمام. فايه اللي حصل؟ اهو عندي 25 30 45 50 75 80 90 دي الداتا اللي عندي حلو. الفانكشنز الثانيه هعملها لكم فيديو ثاني بس عشان ما تزهقوش، فهعمل لكم بارت 2 للفيديو ده.